جيشها وقائدها باليمن والبركة والخير كل عام وأنتم بألف خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى. وهكذا أيها الإخوة في كل مكان، قد استمع السيد الرئيس بشار الأسد من أهله ومحبيه ويساندونه في قيادته لسوريا إلى بر الأمان. نعم يا سيادة الرئيس، نحن نستمد منك القوة والثبات يا سيادة الرئيس.